مساكم الله بالخير ويا اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا في حلقه جديده من برنامج مجتمع واعي. مساك الله بالخير بسام. مساك بالخير قيا ومساكم الله بالخير مشاهدينا، يا اهلا مرحبا فيكم. اليوم طبعا يوم استثنائي تعيش المملكه واهلها في خلال هذه الفتره الاستثنائيه. طبعا تواصلت الدراسه في البحرين وما توقفت ولله الحمد، اليوم تم اعلان النتائج لكل المراحل الدراسيه. بالفعل يعني بسام اليوم نقدر نقول عنه انه هو يوم غير عادي، يوم احتفال وفرحه بانجاز كبير تحقق، فرحه باجتياز مرحله دراسيه. اليوم كل الطلبه يشوفون نتيجه التعب والجهد الكبير اللي بذلوه في هذا العام الدراسي الاستثنائي، واليوم بعد يعني مو بس ابنائنا الطلبه يكونون مستانسين وفخورين بنتائجهم، ترى حتى اولياء الامور اليوم يحصدون ثمار متابعتهم واهتمامهم في متابعة أبنائهم. بالتأكيد كان لهم دور كبير طبعا وللأمور في هالمرحلة بالذات من خلال توفير كل ما يحتاجه الطالب من مستلزمات لإنجاح عملية التعلم عن بعد واللي فرضتها جائحة فيروس كورونا. يعني لابد بس أن احنا يمكن نتكلم في بداية البرنامج عن الجهود الكبيرة اللي بذلتها وزارة التربية والتعليم بتهيئة كل الأجواء وتوفير كل الأمور المطلوبة لاستمرار عملية التعليم، سواء كان من خلال يعني البوابة التعليمية أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو حتى من خلال الحصص المتلفزة اللي ترجمت تعاون كبير ما بين وزارة التربية والتعليم وما بين وزارة شؤون الإعلام. ويعني أكيد كلنا شفنا أن تم عرض الكثير من الحصص المتلفزة على القناة الرياضية الثانية بشكل مستمر، وهذا الشيء كان لضمان استدامة التعليم واستفادة الطلبة من الدروس. الجميل أن كل هذه الدروس موجودة اليوم في يوتيوب، صح موجودة، يعني يقدر يتابعها حتى في السنوات القادمة إن شاء الله. اليوم كل الجهات تتكاتف وتتعاون من أجل الوصول لنتيجة واحدة وهي اجتياز هذه المرحلة بكل نجاح وتفوق والحفاظ على مكتسبات الوطن ودعم الجهود الوطنية اللي يبذلها الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا من خلال الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والتعليمات الوقائية اللي أقرتها الجهات المختصة. طبعا ولابد احنا نكرر مثل ما دائما نبتدي في برنامجنا ونختم دائما، احنا نقول لابد من ان احنا يعني نلتزم بالاجراءات الاحترازيه من خلال لبس الكمام بشكل مستمر والحفاظ على نظافه اليدين وتعقيمهم بشكل دائم، والاهم من ذي كله طبعا تطبيق مبدا التباعد الاجتماعي، والنتيجه باذن الله هي القضاء على فيروس كورونا. نرد نكرر ونقول الف مبروك لكل الناجحين مره ثانيه، وانا حابه اقول لكم ان باجتهادكم ودراستكم انتم قمتوا بدور كبير في هذه المرحله. خلكم معنا مشاهدينا وتابعوا فقرتنا المتنوعه، لكن اكيد من بعد هذه الفاصل.
نبدأ معكم مشاهدينا في جولة لأهم الأخبار اليوم، حيث التقى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، مستشار الأمن الوطني، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، مع عدد من الطلبة والطالبات المتفوقين في المدارس الحكومية والخاصة، وذلك عبر نظام الاتصال المرئي. وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة لدى لقاء بالطلبة عبر اتصال مرئي أن طلاب وطالبات البحرين المتفوقين تمكنوا من توجيه رسالة عظيمة إلى جميع بلدان العالم بأن مملكة البحرين تسير في طريق التقدم والازدهار بفضل إخلاص طلابها وطالباتها والذين يعتبرونهم عماد المستقبل وقاعدة البحرين القوية في مسيرة الخير والعطاء الذي يقودها سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. كما أن رسالة التفوق تؤكد أن البحرين تمتلك من العلم وتمتلك يعني ما يجعلها أن تحقق المزيد من إنجازات لمملكة البحرين. وفي خبر آخر، أشهد وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بالإجراءات والمبادرات التي اتخذتها مملكة البحرين لمواجهة تداعيات جائحة كورونا كوفيد-19 في المجالات الصحية والاقتصادية والاجتماعية، بما أدى إلى تخفيف آثارها على المجتمع، مثمنين فعالية شبكة الأمان الاجتماعي وقدرتها في مواجهة الكوارث والأزمات. جاء ذلك خلال أعمال الدورة الطارئة اللي عقدها المجلس عبر تقنية الاتصال المرئي. أكد خلالها سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل بن محمد علي حميدان أن الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة تعد برهان وتجسيد لاهتمام البحرين برعاية مواطنيها والمقيمين على أرضها وقدرتها على مواجهة الكوارث والأزمات، انطلاقا من إيمانها بأهمية الوفاء بالتزاماتها والمحافظة على سلامة وصحة المجتمع. عقدت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية مؤتمراً صحفياً عن طريق تقنية الاتصال المرئي عن بعد بمناسبة الإعلان عن ترخيص أول مصنع للأدوية والمستحضرات الصحية في مملكة البحرين، حيث تم تسليم شهادة ترخيص المصنع الأول من نوعه في المملكة. وأكدت الدكتورة مريم عذب الجلاهمة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية أن الهيئة وبتوجيهات مستمرة من جلالة الملك المفدى والحكومة الموقرة تقدم كافة أوجه الدعم والتسهيلات للمستثمرين في مجال القطاع الصحي، حيث تمكنت الهيئة من خلال المبنى الجديد من فتح مكتب خاص للمستثمرين ووضع منصة إلكترونية خاصة لهم لتوفير كافة الدعم ولشرح آلية فتح المؤسسات الصحية ونوعية الاستثمارات المطلوبة وكذلك متابعة الاستثمارات وتيسير إجراءاته. وفي الخبر الأخير، حذر الاتحاد العربي لحقوق الإنسان أعضاء البرلمان الأوروبي من تداول الموضوعات الصحية الخاصة بفيروس كورونا بأهداف مسيسة ذات بعد سياسي وأيديولوجي. جاء هذا التحذير في بيان صادر عن الاتحاد العربي واللي تم إرساله إلى جميع أعضاء البرلمان الأوروبي، يدعوهم فيه إلى ضرورة بناء آرائهم على الفهم والمعرفة والإدراك الصحيح لجهود وإنجازات مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان بشكل عام وفي ظل جائحة كورونا بشكل خاص. البيان نوه إلى ما تبديه المملكة من رعاية واهتمام ووفاء تام بالتزاماتها الدولية المعنية بحقوق الإنسان وبما تقدمه من تعاون مع مختلف الآليات الدولية، حرصا منها على أن تكون في مقدمة دول العالم في مجال احترام وتحقيق التنمية والتمكين المتوائمة مع جملة التشريعات الدولية. حالة مصابة راح تجمعات عائلية وكانت النتيجة أن 33 واحد في هذه العائلة فقط أصابهم اللي هو كوفيد-19. يعني الوضع متعب نفسيا لما أنت تشوف الأشخاص من نفس العائلة، تتعب أن أنت تشوف أفراد نفس العائلة يجون بنفس الكسرة في عيونهم. يعني اضطرينا نحن نفصل الأم عن الولد وكان بينهم زجاج، فنظرات الأم إلى الولد وحسرتها عليه وصوت بكاء هذا الطفل يعني يرن في إذني. إذا غمضت عيني تغمض عيني بس ساعتين، باقي الأوقات كلها عمل، ما تحس بوقتك بتاتا. التليفون 24 ساعة شغال ليل نهار على طول يعني، فحتى مع وجودي في البيت أكون كأني مو موجودة. شنو ذنب طاقم طبي يجتهد ويتعب ويكافح وفي ناس مستهترة؟ هذه المستهتر بأسلوبه هذه وبعدم اكتراثه بأنه يلتزم بالتعليمات وبالإجراءات الاحترازية
يؤدي إلى انتشار المرض، ولا قدر الله ممكن أن يتسبب في وفاة أحد أفراد عائلته، وهذا أعتقد التأنيب الأكبر. أنا عندي بنت وحيدة كانت في الشهور الأخيرة من حملها، مدة شهرين أنا ما شفت بنتي. لولا دعم زوجي وأولادي ما استطعت أن أصمد. أمي وأبوي تعبانين شوية، كبار في السن، وفراقهم صعب، وعدم قدرتي أنني أعتني فيهم بشكل يعني مناسب يستحقونه بعد صعب علي. طبعاً إحنا يسوولني على طول كل أسبوع تقريباً نجري اللي هو العينات على أساس تتأكد، لكن بعد الواحد دايماً يخاف أنه هو يعدي، وخاصة أنه هو بيعدي أقرب الناس له. قبل كم من يوم أنا كنت نازلة من على الدرايه ركير وهو واقف تحت، وقف أقول له وش صاير؟ اللي يقول لي لا أنا عبالي جاية تحضنيني، أنا ما أقدر حتى أن أحضن أبوي. هاي زينب. أتمنى الصحة للجميع ولا تشوفون أي مكروه، نبي بس أنكم تلتزمون. ما حد يتمنى أن أحد عزيز عليه ينحط في هذا الموقف أو أن يكون في هذا السرير. يعني المجتمع هو سلاحنا، يعني وعيه هو سلاحنا الحين في هذه الفترة. إذا هو التزم بمسؤولية فهذه طبعاً بيحمي أحبائه وبيحمي أهله وبيحمي أهل البحرين كلهم. حياكم الله من جديد. دائما ما نؤكد على دور الفرد ومسؤوليته في صد الشائعات كونه خط الدفاع الأول بوصول أي معلومة إليه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها، واعتماده بشكل أساسي على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية. يعني نعم بسام، خصوصا في هذه الظروف الاستثنائية والتزام المجتمع بتواجده في المنزل زادت نسب الشراء عن طريق الإنترنت، وهالشيء يمكن يعكس وعي المجتمع وتعزيز مبدأ التباعد الاجتماعي اللي احنا دائما ننادي فيه، لكن في نفس الوقت لازم نكون عارفين الطريقة الآمنة في التسوق الإلكتروني. اليوم يسهل الحصول على الأخبار من خلال قنوات التواصل الاجتماعي عبر الموبايل وغيره من الأجهزة المتطورة، إلا أن في ظل الأزمة الصحية العالمية اللي نواجهها وهي انتشار فيروس كورونا، لعبت هذه القنوات دور كبير في نشر المعلومات الخاطئة والإشاعات اللي انشرت الذعر والهلع في مجتمعنا. فالعديد من أفراد المجتمع غير مدركين بأن نشر الشائعات عبر قنوات التواصل الاجتماعي جريمة ويتخذ عليها إجراء قانوني. وللحد من انتشار الشائعات يجب على الفرد عدم نشر أي معلومات غير مؤكدة وتفادي عقوبة السجن. وبناء عليه توصي الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بالتأكد من المعلومات قبل نشرها، وذلك بأخذ المعلومات من مواقع الجهات الرسمية. خلك قد المسؤولية ولا تساهم في نشر الشائعات. للحديث أكثر حول هذا الموضوع يسرنا تكون معنا عبر الهاتف النقيب الركن حياة عبد المجيد أحمد، رئيس فرع بإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية. رحب فيك بداية، مسك الله بالخير سعادة النقيب. سعادة النقيب الركن حياة عبد المجيد معنا؟ الصوت غير واضح. الو، مسي عليك بالخير سعادة النقيب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الصوت واضح عندك الله يسلمك؟ لا للاسف مو بواضح. مو مشكله، احنا بنعاود الاتصال فيك سعادة النقيب، يعني خليك معانا، لكن بناخذ هذا الفاصل مشاهدينا الكرام، يعني نعتذر عن هذا الخلل في الصوت وراجعين نكمل معاكم بالطبع مع سعادة النقيب حيا عبد المجيد.
بنتكلم عن يعني مكافحة الجريمة الإلكترونية. خلكم معنا. قسما ووعدا نصون ونحمي البلد، ملكا وحكومة وشعبا، أرضا وجوا وبحرا. البحرين أمانة في أعناق رجال الداخلية، خدمة المجتمع من القيم الأساسية، جيلا بعد جيل ينقل رجالها عهدا ورسالة، العمل بإخلاص وتصميم على أمن المواطن والمقيم. نبي البحرين، نعم حنا العيون السافرة والمملكة
تحيات كبار وإجلال إلى رجال ونساء وزارة الداخلية، الله يعطيهم الصحة والعافية. يمكن مشاهدينا قبل الفاصل كنا نتكلم عن موضوع مسؤولية الفرد في التصدي للشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كذلك أيضا مسؤوليته في التسوق الإلكتروني الآمن. هناك جهود مبذولة تقوم بها يعني إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية في وزارة الداخلية، ونجدد التحية للحديث أكثر عن هذا الموضوع مع طبعا نقيب الركن حياة عبد المجيد أحمد، رئيس فرع بإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية. نقول لك مساك الله بالخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مسي عليكم بالخير أختي رقية وأخوي بسام وعلى سعادة المشاهدين. يا هلا يا مرحبا فيك. طبعا مكافحة الشائعات هي مثل ما قلنا مسؤولية مشتركة، وانتوا في إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية عندكم آلية في هذا الجانب. بداية نعرف للسادة المشاهدين ما هي الشائعة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الشائعة هي نشر معلومات أو أخبار لتأويل حدث أو مثل ما نقول أحداث تخص أشخاص أو تخص مؤسسات أو دول لتحقيق أهداف مادية أو زعزعة الأمن العام أو تشويه لسمعة الأشخاص. نعم يعني نقيب بحيات، لو بغينا نستفسر ونقول يعني شلون ممكن بزيادة وعي الجمهور ان احنا بحيث ان وعيهم يعني لا يساهم في نشر الشائعات بل بالعكس انه يكون عنصر مقاوم لها والحد من خطورتها. حقيقة تلعب الشائعات دور كبير في صناعة الأزمات، والمقابل يعني مقابل ذلك تعتبر هذه الأزمات أرض خصبة لظهور هذه الشائعات. تم المتفق عليه بأن القضاء على هذه الشائعات أمر صعب. ليش؟ لأن معظمها أخبار كاذبة مجهولة المصدر، وممكن أنها تكون نتاج لمشاعر أو تفسيرات لبعض الأحداث أو الإجراءات أو حتى الإشاعات، بحيث أن تكون هذه الإشاعات ممنهجة تهدف إلى خلق الضعف في المجتمع، ومن الصعب أيضا الرد على جميع هذه الشائعات وتكذيبها، بل يجب العمل على الحد منها والسيطرة عليها من خلال مجموعة من الإجراءات اللي تقوم بها وزارة الداخلية، منها تحديد منصة أخبارية تميز بالمصداقية والشفافية وتستسقى منها الأخبار، والعمل على توعية وتثقيف المجتمع بأخذ هذه الأخبار من هذه المنصة فقط. ثانياً العمل على رصد الشائعات بشكل مستمر والعمل على تكذيبها وتقديم نشرها للقضاء. ثالثاً التواصل مع جميع المواطنين والمقيمين من خلال مقابلات صحفية أو برامج تلفزيونية، العمل على اطلاعهم على هذه الإجراءات اللي تم اتخاذها وسبب اتخاذها لخلق مجتمع واعي ومثقف. نعم نقيب حياة، احنا يعني لابد علينا ان احنا نجدد دائما الخطاب النصح والإرشاد من خلال يعني برنامجنا كذلك. يعني هناك عدة وسائل للتصدي للشائعة، منها استقال معلومات من مصادرها الصحيحة واللي يسهم في الحد أيضا من انتشار هذه الشائعات. يعني هل يمكن أن تلقين الضوء على هذا الجانب؟ أي نعم، الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني تعمل على رصد الشائعات حتى قبل انتشارها، لتأخذ يعني دور استباقي قبل انتشار هذه الشائعة. وتقوم الإدارة العامة خلال عملها اليومي بتقديم محاضرات وورش عمل لكافة فئات المجتمع، بين من خلالها أهمية القضاء على هذه الشائعات وأيضا الإطار القانوني اللي يجرم نشر الشائعات، وهذه المحاضرات تصف زيادة وعي المجتمع. وأيضا هناك تعاون دائم بين جميع إدارات وزارة الداخلية على كافة المستويات يعني لتحقيق الهدف الأسمى لوزارة الداخلية، وهو خلق بيئة آمنة في مملكة البحرين. هناك أيضا تعاون مستمر بين الإدارة العامة وبين الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية اللي تقوم بدورها على أعلى المستويات في التواصل الإعلامي المستمر، سواء كان على صعيد الإدارات الأمنية التابعة لوزارات الداخلية أو حتى على صعيد التواصل مع كافة الوسائل الإعلامية المحلية العربية والعالمية. وأيضا المركز الإعلامي أهداف وخطة عمل إعلامية تنبثق من منطلق الحرص على تحقيق مبدأ الشفافية لتقديم المعلومات والأخبار.
نعم، يعني لو كان يعني نبي نتكلم اكثر في ايضا السياق اللي هو خلق البيئه الامنه، يعني مثل ما نعرف اليوم نقيب حياتنا في ظل هذه الظروف الاستثنائيه، يمكن مع الجلوس في المنزل ومحاوله اللي هو طبعا يعني تجنب الخروج الا للضروره، صار يمكن التسوق الالكتروني من اكثر الممارسات المنتشره حاليا. لكن يبقى السؤال، شلون ممكن المتسوق يحمي نفسه في هذا الشان بحيث انه ما يكون ابدا عرضه للاحتيال؟ نعم، هناك عدة نقاط طبعا أو العديد من النقاط اللي يجب على المتسوق الإلكتروني مراعاتها عند القيام بشراء سلع عن طريق الإنترنت. ومن هذه النقاط مثل ما نقول التحقق من سمعة الشركة اللي ينوي الشراء منها، وأيضا الحفاظ على سرية كلمات العبور الخاصة بالمتسوق نفسه، أو أيضا التأكد من الموقع الإلكتروني قبل إدخال المعلومات الشخصية بحيث أن هالموقع ما يكون وهمي، والاحتفاظ أيضا بفواتير عمليات الشراء عند شراء هذه السلع، واستخدام بطاقة التسوق الإلكتروني أو التسوق بالإنترنت وليس البطاقة العادية، يعني طبعا تكون ذات المبلغ المحدود بحيث أنه إذا قمت بتعبئتها فقط بهالمبلغ اللي أنت يعني المراد شراءه، يعني ما تعبيها بمبالغ أكثر. نعم، ذكرت يعني مسألة المواقع الوهمية، وهذه يقودني يعني لسؤال، إن كيف تتعاملون أيضا في إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية مع الحسابات الوهمية، وعلى سبيل المثال الحسابات اللي تطلب مساعدة مثلا؟ نعم، الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني تقوم برصد هذه الحسابات الوهمية من خلال طبعا فريق عمل يعمل على مدار الساعة عندنا، لتأخذ يعني دور استباقي قبل وقوع الجريمة. وتقوم الإدارة العامة خلال عملها اليومي برصد هذه الحسابات اللي كان من إنشائها هدف يعني احتيالي أو تشويه سمعة شخص أو أي مؤسسة من المؤسسات. والجدير بالذكر أيضا أن مملكة البحرين وقعت على العديد من الاتفاقيات الأمنية بينها وبين عدد كبير من الدول، الهدف منها محاربة الجرائم الإلكترونية اللي طبعا أمست اليوم إحدى أخطر الجرائم المنظمة دوليا. وأيضا عندنا تعاون مستمر هناك بيننا وبين عدد من الجهات الأمنية الدولية واللي يصب في مكافحة هذه النوعية من الجرائم. نعم، طب يعني نقيب حياتي، فيما لو خلينا نقول مثلا تعرض شخص إلى جريمة إلكترونية لأي سبب ما، كيف يتقدم ممكن عن هذه الجريمة ببلاغ رسمي؟ في الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني عندنا حقيقة يعني هناك عدة طرق لتقديم البلاغات يعني لأي إدارة من إدارات الإدارة العامة. ولا سمح الله لو يتعرض أي شخص لجريمة إلكترونية ممكن يتقدم لنا بالحضور الشخصي للإدارة العامة لتقديم بلاغه، أو ممكن الاتصال على هاتف الخط الساخن للإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني 992، أو هاتف الإدارة العامة 1710000، أو ممكن يتقدم بلاغ رسمي لدى أقرب مركز شرطة. ولكن بسبب الوضع الحالي لجائحة فيروس الكورونا راح يكون استقبال البلاغات عن طريق هاتف الخط الساخن للإدارة في ما قلت لكم 992، أو هاتف الإدارة العامة 1710000. نعم، نقيب الركن حياة عبد المجيد أحمد، رئيس فرع بإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، شكرا جزيلا لك. مع تزايد الشراء عبر الإنترنت في زمن الكورونا، هل تأكدت من أمان المتجر الإلكتروني الذي تريد الشراء منه؟ في البداية تأكد أن الموقع محمي من الاختراق، وذلك بوجود HTTPS في عنوان URL للموقع. احرص على استخدام منصات الدفع الإلكتروني مثل PayPal لأنها توفر خيارات أكثر أماناً عند الدفع. عند عملية الشراء أنشئ رمز مصادقة للاستخدام مرة واحدة OTP، والذي توفره بعض المواقع الإلكترونية، ولا يمكن لأي شخص آخر سرقته أو استخدامه. تأكد من حصول الموقع على شهادات من البنوك أو الشركات المالية الكبرى لعمليات الدفع الإلكتروني، حيث تعد ضماناً لعملية الشراء ومرجعاً في حال حدوث أي مشكلة أو استرجاع المبلغ. لن يحتاج أي متجر إلكتروني إلى معلومات شخصية للغاية،
وإذا طلب منك اسأل عن السبب أو ابحث عما تريده في موقع آخر. لا تستخدم شبكات الإنترنت العامة للشراء عبر المتجر الإلكتروني، فقد تكون معلوماتك غير محمية. وفي الختام، اكتب اسم المتجر الإلكتروني مباشرة في المتصفح، ولا تضغط على رسائل العروض من البريد الإلكتروني. من بداية إعلان التطوع في الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا كوفيد 19 واللي كشفت لنا قيمة تلاحم المملكة وأبنائها، خصوصا لما فاق عدد المسجلين للتطوع في الأيام الأولى بس 30,000 متطوع ومتطوعة للحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا. هالمشهد العظيم اللي شفناه يجسد الروابط العميقة والوجدان الوطني تعزيزا للمسؤولية المشتركة بين الجميع. صدقت بسام، يعني وجود المتطوعين ومشاركتهم الفعالة في الحملة يدل على الشراكة المجتمعية القوية، وخصوصا لما شفنا يعني بعض الشخصيات اللي لها باع طويل في العمل التطوعي وهي تشارك وتعلم وتتطوع كله من أجل البحرين في ظل هذه الظروف طبعا الاستثنائية اللي مر فيها العالم كله. بالتأكيد رقية، فريق عمل البرنامج لازال يتواصل بشكل مستمر مع المتطوعين. اليوم بنتكلم معاهم أكثر يعني عن دورهم في عملية التطوع، وينضم لنا عبر سكايب محمود مرهون وهو أحد المتطوعين. طبعا يمسك بالخير طبعا أخي محمود، لو تقول لنا شو اللي خلاك يعني تروح وتتطوع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأفضل الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، أتوجه أول شيء بشكر إلى تلفزيون البحرين لإتاحة الفرصة واستضافتنا في هذا البرنامج، والشكر موصول إلى الجميع إن شاء الله في إدارة وزارة الإعلام وإدارة الحجر الصحي تحت إشراف إدارة الأستاذ نعمة السبيعي. اللي خلاني أتطوع إن شاء الله أول شيء تلبية النداء الواجب الوطني، والدافع الإنساني اللي خلاني إن عندي الإمكانيات إن أنا أتطوع، والقدرة اللي أنا أقدر أتطوع فيها ما أكتمها إلى نفسي، بالعكس أخلي المجتمع يستفيد منها. نعم يعني جميل محمود طبعا انضمامك للعمل التطوعي، لكن في نفس الوقت احنا سمعنا ان عندك مرض فقر الدم المنجلي، ما خفت ان هالشيء ممكن يأثر عليك؟ بالعكس، يعني اذا كان السكلر او المرض فقر الدم المنجلي عندي هذا مو سبب ولا عذر، وعمره ما راح يكون عذر، لان اذا انا خليت المرض عذر لي ما راح اقدر انجز اي شيء في حياتي، فلازم ان انا اتخطى هذا المرض باي طريقة، يعني ما اخليه يكون حاجز الي في اي يوم من الايام، ولازم ان اراوي الناس يعني شلون ان السكلر عمره ما يكون عذر. مو بس السكلر، حتى لو كان عندك اعاقة بعد في جسمك، كانت جسدية ذهنية اي شيء، الانسان عنده دافع معنوي انه يبدع ويطور ويطور في مهاراته، فلازم الانسان ما يحط اي عذر في حياته عشان يوقف. هذه اهم نقطة. جميل، يعني عندك هذا الدافع النبيل أخوي محمود، لكن لو سألتك شنو الأشياء اللي يعني أضافت لك خلال وجودك في مراكز الحجر؟ الحمد لله رب العالمين، توفقنا في خدمة الوطن في محجر الحد، وتم الاستعانة فينا إلى محجر سترهم كذلك، وطورنا طريقة العمل في الأكسل شيت وفي الجوجل درايف أن التواصل يكون بين جميع الأطراف على اللايف شيت، ما يكون بس عن طريق الأكسل. إحنا صح ابتدينا على أوراق نكتب مانيوال ونكتب، طورنا إلى الوورد، وبعد التطور هذا وصلنا إلى اللايف شيت. اللايف شيت يعني عبارة تكون كونتاكت ويا جميع المحاضر، ويا حتى غرفة التحكم الوارم ويا ترابل فور، فهذه سهلت علينا كثير من يعني من الأتعاب اللي راح ندخل فيها، يعني سهلت علينا طريقة العمل واجد، واكتسبنا الحمد لله رب العالمين، اكتسبنا الخبرة، اكتسبنا المصطلحات اللي ما كنا نعرفها في قسم التمريض، تواصلنا ويا الأطباء وصارت عندنا مهارات أكثر، والتطور هذا ينمي قدرات الإنسان نفسه. فيعني لما أنا أسعى إلى التطوير
فالحمد لله رب العالمين كل واحد بجهده قاعد يطور الحمد لله. يعني مو بس الخبرة، الثقة في النفس، الاعتزاز وإتاحة الفرصة من قبل يعني إدارة الحجر، وبعد الاستعانة فينا إلى مركز حجر سترة، هذا أعطانا ثقة في نفسنا أكثر وأكثر ودافع معنوي. ويعني حتى يعني ما يخفى على الجميع أن الكل قاعد يشتغل، وإحنا نشتغل حتى أكثر من 12 و14 و16 ساعة، وصلنا إلى 18 ساعة في اليوم نداوم. وحتى كذلك في البيت يعني أكثر الأحيان نخلص من حجر الحد بعد نرجع البيت، وهم كذلك نواصل عملنا في البيت. الحمد لله رب العالمين توفقنا في هذه الشغلة. اكتساب الخبرات مو شيء سهل، خصوصا احنا عندنا الممرضين، عندنا الدكاترة، عندنا الأقسام الأخرى الخدمات، عندنا المنتنس، يعني كل من احنا كونتاكت وياه الحمد لله اكتسبنا من الجميع خبرات نمت القدرات اللي عندنا. نعم يعني محمود، أنت وغيرك من المتطوعين اليوم قاعدين تعطون مثال جميل جدا للشباب البحريني الطموح المحب لوطنه. ولكن يعني إحنا قبل ما نختم معك، لو طلبنا منك إنه في الختام توجه لنا كلمة للشباب اللي في عمرك، فش اللي ممكن تقول لهم؟ أقول للشباب يعني الأول شيء الالتزام، مسؤولياتك في البيت، خليك في البيت، الحماية هذه والوقاية والاحترازات مو بس إليك، إلى عائلتك هذا أول شغلة، وإلى المجتمع البحريني. وأنت راح تسهل على الكثير من الخدمات لما أنت تكون ملتزم بالوقاية الصحية، هذه أول شغلة مهمة. الشغلة الثانية، الشباب اللي مثلنا لازم يكون عنده هدف في حياته، لا يوقف عند نقطة معينة، لازم يطور من ذاته ويرفع من مستواه. والعلم تطور واجد، فإحنا لازم نعاصر العلم ونمشي أكثر تطور، لأن البحرين تستاهل، هذا أهم شيء. محمود مرهون أحد المتطوعين لخدمة الوطن، شكرا جزيلا لك. يعني بسام، كلام محمود يمكن فيه الكثير من الدروس والعبر اللي جميل إن إحنا لو نوقف عندها ونتكلم عنها شوي. يمكن هو تكلم في بداية اللقاء وقال إن أبداً الإنسان ما ممكن إنه يوقف شيء عن عمله لوطنه أو حبه لوطنه، سواء كانت إعاقة، سواء كان مرض، سواء كان أي شيء. إذا كان الإنسان من داخله حاس بمسؤوليته تجاه وطنه واتجاه الناس اللي يعيش معاهم ووسطهم، فهذا شيء ما راح يمنعه عن أداء عمله، وهذا شيء فعلا صحيح. بالعكس. لذلك يعني إحنا نتمنى لهم إن شاء الله يحفظهم ويحفظ كل من يعمل في هذه الصفوف الأمامية. الله يحفظهم اليوم. بالتأكيد مثل ما قال محمود، هي رغم ظروفه صحية لكن يعني ما تأخر ولا لحظة، وهذه يعني اللي تعودناه من شبابنا الله يحفظهم. يعني خصوصا شفنا دورهم برز بشكل كبير خلال هذه الجائحة، الله يعطيهم الصحة والعافية. يعني وأنا بعد أؤكد أن يعني وشدد على أهمية هذا العمل التطوعي في اكتساب الخبرة. شفنا أن الشباب تكلموا عن الجانب الخبرة اللي اكتسبوها من خلال عملهم في مختلف يعني الدوائر المتعلقة في مواجهة فيروس كورونا. مشاهدينا خلكم معنا، باقي عندنا مجموعة من الفقرات لكن بعد هذه الفاصل. أكبر مشكلة في كورونا إنك ممكن تكون مصاب وإنت ما تدري. أقصد إنك تعيش يومك طبيعي، ما تحس بأي أعراض، بس في الواقع تنقل العدوى إلى شخصين أو ثلاثة، وهالشخصين ينقلون العدوى لشخصين أو ثلاثة، وبهالطريقة ينتشر الفيروس وتصعب السيطرة عليه. لكن لو قعدنا في البيت وطبقنا التباعد الاجتماعي، يعني مثلا لو هالشخص ما زار صديقه، لو هالشخص اشتغل من البيت، لو هالشخص ما راح السوق، لو هالشخص ما راح جمعة الأهل، لو كلهم التزموا بالتعليمات، راح يقل عدد المصابين من 406 إلى 15 مصاب فقط، ويمكن أقل. بالتالي راح يقل الضغط على الكادر الطبي وتتحسن جودة الخدمات الصحية. هذا الحد الفاصل بين الانحسار والانتشار، والفرق هو أنت.
مشاهدينا، هناك الكثير من المصطلحات الطبية اللي نسمعها بس يعني أغلبنا يجهل معناها. فريق إعداد مجتمع واعي خصصوا لنا فقرة المصطلحات الطبية، ومن خلال هذه الفقرة راح يرد علينا أحد الأطباء وهالاختصاص وراح يشرح لنا بشكل أكثر عن هذه المصطلحات. واليوم عندنا مصطلح التجارب السريرية، وبيشرح لنا هذا المصطلح الدكتور وفيق مصطفى، أخصائي طب الأسرة في الولايات المتحدة الأمريكية. خلونا نتابع وراجعين لكم. الحقيقة مفهوم التجارب السريرية مفهوم غير طبيعي إلى حد ما، لأنه يعني التجارب على علاج مرضى كبار أو صغار في داخل المستشفى لفترة ما، ولا يعتمد على التجارب التي تمر بها غالبية الناس، لأن عدد الناس اللي تدخل المستشفى عدد نسبة قليلة جدا بالنسبة لبقية السكان في أي دولة ما، فبالتالي هي ليست تجارب بالمعنى أكثر ما هي محاولات استخدام كل الطرق الموجودة في علاج المريض، زي مثلا هيدروكسيكلوروكوين اللي بيستخدم في علاج الملاريا، بيستخدم في علاج كورونا، ولكنه ليس علاج مباشر. كذلك استخدام أدوية أخرى زي المضادات الحيوية زي الأموكسيسيلين، ولكن في النهاية يجب أن نقول أن العلاج أو التجارب السرية، لأنها كلمة باللغة الإنجليزية غير موجودة تقريبا، هي بحد ذاتها محدودة القيمة في حصار فيروس الكورونا. حياكم الله من جديد مشاهدينا. بالفعل هناك تباعد اجتماعي، لكن أيضا هناك إصرار وطني على الحفاظ على مكتسبات الوطن ومواصلة عملية التنمية والتطور في كل المجالات في ظل انتشار فيروس كورونا. اليوم واجب على كل جهة أنها تقوم بدورها على أكمل وجه وتتحدى كل الظروف من أجل تحقيق الأهداف الموضوعة. واليوم عندنا مثال مميز على هذه الأمور، وهي جمعية السكري البحرينية. بالفعل بسام، جمعية السكري البحرينية أصرت على مواصلة برنامجها والقيام بدورها التوعوي والمجتمعي في هذه الفترة الاستثنائية، حيث تقيم الجمعية وللموسم 15 ملتقى شروق الصيفي لأبطال السكري، واللي يميز الملتقى هالسنة أنه بيكون عن بعد. خلونا نتعرف أكثر عن هذه الملتقى مع ضيفتنا في الاستديو استشاري الغدد الصماء والسكر الدكتورة دلال الرمويحي، عضو مجلس إدارة جمعية السكري البحرينية ورئيس اللجنة العلمية بالجمعية، وأيضا معنا واحدة من بطلات ملتقى شروق للسكر وهي الطفلة فاطمة ضيف البنا. يا هلا وسهلا فيكم، حياكم الله معنا. مرحبا دكتورة. يعني في البداية لو بغينا نبتدي معك، شلون ساهمت جمعية السكري البحرينية في نشر الوعي خلال جائحة كورونا؟ طبعا في البداية نشكركم على الاستضافة وتسليط الضوء على برامج الجمعية. الجمعية من بداية الأزمة وهي مركزة على ركيزتين رئيسيتين إذا بحددهم، إن نستمر في برامجنا كما كنا، يمكن نغير المنهجية ونغير الآلية بس البرامج والفعاليات تستمر. والركيزة الثانية هي نشر الوعي في المجتمع لكل فئات المجتمع بالطبع، ولكن بالأخص مرضى السكري، لأنهم يعني يشكلون شريحة يمكن أكثر عرضة للخطورة في حال تعرضهم للفيروس. فركزنا أن احنا نعمل ونستمر من بداية الأزمة وإحنا شغالين، يعني ممكن صارتنا أزمة كورونا وإحنا في خضم فعالية، كنا بدينا تحدي المشي وهو في دورته الثانية اللي نشجع فيه فئات المجتمع على ممارسة الحياة الصحية والرياضة بانتظام، يمشون يومياً ويطرشون لنا إثبات إن مشوا، ونمشي جماعة كل سبت. ففبراير صار ووقفنا المشي الجماعي، ولكن استمرنا في الحث وعن طريق التواصل الاجتماعي نستمر، وخلصنا البرنامج في أبريل، فصار لازم نرصد جوائز ونوزعها، وعادة نسوي احتفالية. استمرنا برعاية معالي فريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة، سوينا الحفل سويناه عبر منصات التواصل الاجتماعي، وحضر ما قصر وعطانا كلمته التشجيعية، وزعنا الجوائز ونشرنا الوعي. جميل. فبرامجنا ما توقفت، والحماس والعمل الدؤوب ما توقف. احنا ما شاء الله دكتور يعني في البحرين مميزين من جانب التوعوي في مرض السكر بشكل عام، عندنا
مؤتمرات حتى مؤتمرات دولية ونسمع عنها. يعني حتى أذكر في مؤتمر دخل يعني رقم يعني قياسي كان يعني عالميا. طبعا احنا عندنا بعد فاطمة الله يعطيك العافية. شلونك فاطمة؟ زينة؟ زينة الحمد لله. يعني انت بطلة من بطلات يعني ملتقى شروق، كلمينا عن مشاركتك في الجمعية. جمعية سكر سوت العديد من الأنشطة الصيفية. جمعية السكر تتميز بالأنشطة الصيفية ما تقدر تتخيلها أنت شلون إن هي سوتها. مثلاً سوت مخيم شروق في 20، والحين لأن كورونا فسووا منطقة شروق الصيفي عن طريق زوم. أنا اقترحت هاي الخطة في اللايف. كان مساوي اتصافتني دكتورة دايرة رميحي في لايف انستغرام، سألتني شنو حابة ان احنا نطور في الجمعية. فقلت لها مدام ازمة كورونا وبعض الاطفال يحسون بالملل والتعب، قلنا لهم ان نسوي منطقة نشارك افكارنا، ودائما انا احب ان الاطفال يستانسون يعني انا احب اطلع الاطفال يكونون مبتسمين، واحب ان يكونون سعيدين، واحب ان يكون دائما ان هم يحمدون ربهم ويشكرون ان عندنا جمعيه السكر ان وفرت لنا هاي كل الاشياء. متواصلين مع بعض دائما يعني. اكيد متواز. احنا مو بس نقول ان الاطفال يعني يكونون سعيدين، احنا بعد سعيدين ان عندنا يعني اطفال في مثل عمرك او نقول ابطال في عمرك ويفكرون بهذه الطريقه، خاصه في هذا الوضع الاستثنائي. فانت فعلا يا فاطمه بطله، واحنا فخورين جدا فيك وبفكرتك في الملتقى الصيفي. يعني دكتوره لو جينا نتكلم عن البرامج والفعاليات، انت قلتي لنا ان خلال فتره جائحه كورونا ما في شيء توقف، بل على العكس يعني كانت الفعاليات مستمره وكان فيها يعني خلينا نقول الوضع الطبيعي، ولكن طبعا كله كان عن بعد. فكلمينا عن هذه الفعاليات اكثر. فبعد تحدي المشي وخلصنا، استمرينا في فعاليات بث لايف عبر الانستغرام. حسينا ان متابعينا في الانستغرام وحتى شرائح متعدده في المجتمع تهتم بالسكري تحتاج تركيز على وعي وتحتاج مداخلات مباشره مع مختصين في المجال. ففتحنا لهم هذا المجال، كانت في جلسات اسبوعيه لايف نستضيف فيها. في البداية كان في شهر رمضان، حتى استضفنا شيخ دين وتحدثنا عن ضوابط الصيام وغيره. الشيخ عبد اللطيف محمود ما قصر، كان معنا وأطباء وأخصائيين تغذية وقدمنا هذه الخدمات. وخلال فترة جائحة الكورونا بعد أطلقنا الموقع الإلكتروني للجمعية. كنا في إعداد لمدة أسابيع وشهور، بس سارعنا التجهيز لأن هذه وقته. صحيح. وقت التباعد هو وقت اللي نكون كل شيء متوفر إلكترونيا. وطبعا برامجنا التوعوية من تثقيف الأطباء والقائمين على العلاج أيضا استمرت، لأن هذه الفترة اللي مرضى السكري لابد أن أولا يتبعون جميع تعليمات الفريق الوطني لمكافحة جائحة الكورونا، وثانيا يهتمون بشكل يعني دقيق جدا في هذه الفترة غير عن كل المراحل بالاهتمام بضبط السكري. صحيح. فكل العوامل اللي يحتاجونها من تعديل في أسلوب سلوكيات الحياة، التغذية والرياضة، وإن كانت في المنزل، المتابعة، أخذ العلاجات. الحين ما شاء الله يعني كل مستشفياتنا الحكومية توفر التطبيب عن بعد وهذه خدمات موجودة، بس إن إحنا علينا الوعي، لأن دور جمعية السكري دور مكمل لهذه الخدمات الصحية بنشر الوعي ونشر الثقافة الصحية. يعني اتخذتم ما شاء الله مسؤولياتكم يعني وضاعفتم جهودكم لعملية التوعية، خصوصا مثل ما قلتي يعني من المهم أيضا يعني تضاعف التوعية لمرضى السكر، خصوصا في ظل هذه الجائحة. نعم. ممكن تأثر عليهم بشكل مضاعف. نعم. أنا برجع حق فاطمة، أنت الحين كم عمرك فاطمة؟ 11 سنة. أنت كنت في الجمعية من عمرك 3 سنوات، يعني شنو تعلمتي من الجمعية من حتى من ناحية السكر وأنواعه؟ تعلمت شلون أغسل الأبر بنفسي، تعلمت شلون أعتمد على نفسي. حق السكر كنت كلش ما أعرف شيء، كنت زيرو، ما أعرف لا أطق أبر لا أسوي شيء، لكن الجمعية سوت لنا فيديو أننا تعلمنا. ليه الحين أتابع صدق أنها كبات، بس ليه الحين أطالعة، اللي هو شلون نحسب الكار. مثلاً في طفل في سكر، كان في كرتون إنه كان في طفل في سكر ما يدري إنه في سكر، وفي جهاز اسمه تنتون. فهذا جهاز تنتون كان يشرح لنا شنو هو السكر نوع الأول والسكر نوع الثاني. يعني شنو سكر نوع الأول؟ إنه تعطل في جهاز البنكرياس أو جهاز المناعة. هاي اللي تعلمته في البرنامج تنتون.
وغيره من الأشياء. أنا حين نسيت وايد نسيت من كل الأشياء نسيت. نسيتي لأن تعلمتي وايد فاطمة ولا نسيتي لأن نسيتي؟ لا لأن تعلمت وايد أكيد. لا إحنا قاعدين نتعلم منك يعني. أكيد يعني إحنا كنا بنسألك عن النوع الأول والثاني بس ما شاء الله هي استطردت في الكلام. ملمة ما شاء الله. يعني ما شاء الله عليها حتى تقدم فقرات في المدرسة في طابور الصباح توعي المدرسة عن السكري في اليوم العالمي للسكري. جميل. ونشيطة ومعنا من عمر 3 سنوات. ما شاء الله. يا رب إن شاء الله الله يعطيك الصحة والعافية ودائما تكونين في هذا المجال مجال يعني نشط وحيوي وتكونين من الناس البارزين في هذا المجال. احنا مثل ما قلنا يعني بسام ونرد نكرر احنا فخورين جدا فيك وفي جميع الأطفال المنتسبين للجمعية واللي لهم دور كبير خاصة في هذه الفترة الاستثنائية. احنا لحين واصل كلامنا معاكم ولكن راح نتوقف الحين عند هذا التقرير اللي يستعرض أبرز متطلبات المشاركة في ملتقى شروق الصيفي لأبطال السكري. خلونا نتابع وراجعين نكمل حديثنا مع ضيوف من الكرام في الاستديو. عودة مجددا الحديث عن دور جمعية سكري. طبعا أرجع لك دكتورة يعني تكلمينا أكثر عن البرنامج الصيفي اللي تم إطلاقه اللي هو ملتقى شروق لأبطال السكري اللي تم إطلاقه أونلاين. طبعا يعني فكرة المبادرة حدثينا عنها وشنو صار يعني خلال هذه البرنامج. نعم إحنا لمدة 5 أسابيع الحين قاعدين نحضر للمشروع ومن 15 سنة الجمعية تقيم هذه المبادرات في فترة الصيف على أساس يستثمرون وقت الأطفال في الصيف في التوعية وفي الترفيه يعني الاثنين مع بعض. والبرنامج الأشياء الحلوة فيه إنه هو أولا منهم وإليهم هم اللي اقترحوا الفكرة وهم اللي حابين التجمع. إحنا اللي علينا إن إحنا نحتضنهم في بيئة آمنة في بيئة تثقيفية وعلى أعلى مستوى. ففريق الإعداد حضر برامج هي راح تنطلق إن شاء الله في 4 يوليو في السبت القادم عبر منصات التواصل الاجتماعي وقسمنا الأطفال إلى فئتين عمريتين حسب إدراكهم وتفاعلهم. ففي فئة اللي هي من عمر 7 إلى 11 سنة وفي فئة اللي هو من 12 إلى 16 سنة وكل فئة تجتمع لمدة ساعة. الجزء الأول منها بيكون فيه ترفيه وفيه لعب وفيه تعارف أول أسبوع. شو طريقة التفاعل بتكون يعني؟ بتكون حوارية يعني تفاعلية موجودين كأنهم في جلسة كأنهم معنا في جروب بس احنا نتواصل عن بعد. أول أسبوع بتحدثهم بعد سعادة الدكتورة مريم الهاجري عن ضوابط الالتزام بتعليمات الفريق الوطني. هي طبعا عضوة فيه وهي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية السكري البحرينية ووكيل مساعد وزارة الصحة. فهي يعني تحتضن هالأطفال ومعاهم من 30 سنة في جمعية السكري فهي اللي بتبتدي الافتتاحية. ومعنا أكاديميين في هذا المجال الدكتورة سامية القطاني هي متقاعدة أستاذ محاضر في جامعة البحرين في مجال الإرشاد والتربية الرياضية والكشفية البرامج الكشفية. نعم. معنا أستاذ سامي العمادي اللي هو رئيس منطقة تعليمية في إدارة التعليم الابتدائي. نعم. معنا دكتور جاسم المهندي وهو معالج نفسي وخبير دولي في علم الطفولة. فمعنا يعني أسماء حلوة مستضيفين معنا فيصل الأنصاري بيكلمهم كيف أنمي موهبتي، مستضيفين نواف جناحي يكلمهم كيف أخطط مستقبلي،
والتوعية اللي بنقدمها من ناحية حقن الإنسولين أو الكارب وهالأمور بتكون مغلفة بغلاف من لعب. نعم. كلها لعب وألعاب وجوائز وهدايا في النهاية بنوصلها لهم لبيوتهم إن شاء الله، إنهم يكونوا استفادوا واستمتعوا وكونوا صداقات. جميل. وتعرفوا على الناس وحسوا بالثقة بالنفس وحسوا إنهم جزء مهم في المجتمع والكل يهتم فيهم بالتأكيد. حلو. طيب. فاطمة، يعني لو بنتحكى شوية ندردش بعيدا عن السكري، خلي شوية بعيد. أوكي. أي صف أنت يا حين فاطمة؟ أنا سادس رايحة أول إعدادي. سادس ورايحة أول إعدادي، طلعت النتائج خلاص صح؟ صح. مبروك، وشان نتيجتك كان اوكي؟ زينه. الحمد لله. الحمد لله حبيبتي، مبروك النجاح، واكيد مبارك طبعا حق يعني وليت امرك وولي امرك، لان اكيد كان لهم دور كبير في هذا النجاح. يعني فاطمه، الفتره اللي راحت كلنا نعرف مع جائحه كورونا كلنا قعدنا في البيت صح؟ لكن الدراسه ما توقفت. صح. انزين، استمرت الدراسه لكن كل شيء كان عن بعد، فصار عندنا شيء يسمونه تباعد اجتماعي. شلون كنت تقضين وقتك خلال فترة التباعد الاجتماعي؟ شلون كنت تسوي؟ أول شيء يلا Good morning. الصبح أكل ريوقي، بعدين على طول اللابتوب نروح ندرس. حلو. فبهالأيام خلصت الدراسة فنودي شوي الدراسة بعيد. العصر أروح الوالد خذالي سيكل، خذالي نترد متمشي، فأروح العصر من نص ساعة إلى ساعة تقريبا رياضة، يا سيكل يا مشي. يعني كنتي تقضين وقتك في الرياضة؟ صح. وبعدين الدراسة؟ إيه؟ خلصنا الدراسة وتمت الرياضة. صح. وحين وقت إن إحنا نتفرق حق شغل الجمعية صح؟ صح. إن شاء الله موفقة حبيبتي. برنامج الحين ملتقى شروق الحين. يعني دكتورة، شلون الحين تشوفين يعني مستوى الوعي عند يعني في البحرين بالنسبة لمرض السكري؟ وخصوصا هالفتره يعني ما واجهتكم يعني تحديات في ايصال الرساله بشكل مستمر اللي هم يعني للمصابين بالسكر؟ احنا بفضل رب العالمين يعني احنا عايشين في مجتمع واعي، من زمان عايشين في مجتمع واعي الحمد لله رب العالمين. يعني جمعيه السكري من 30 سنه تنشر الوعي والثقافه وتكمل دور المؤسسات الاخرى، فالمجتمع اساسا واعي، وصار بفضل وسائل التواصل الاجتماعي في متناول الجميع، يعني نوصل للكبار في السن للصغار. القنوات هذه مفتوحة، اللايف اللي طلع في الانستغرام، يعني حتى اللي يستحي قام يطلع لايف لأنه صار ما في إلا تتواصل مع الناس بهالطريقة، ما في بديل آخر، والوعي موجود والخدمات مستمرة. احنا حين يعني يمكن إذا بطلع عن دور الجمعية يمكن مستشفى الملك حمد الجامعي بحكم عملي معاهم، احنا نسوي دورات تثقيفية حق مرضى السكري، كذلك انتقلت الحين الى منصات التواصل الاجتماعي فبنطلقها بعد. فالاستمرار، الفكره هي الاستمرار، ان ما نوقف في نشر الوعي خصوصا في هالفتره. في هالفتره موفقين ان شاء الله. دكتوره فاطمه، برجع لك، يمكن احنا في بدايه الحديث قلتي لنا ان كانت الفكره من عندك صح؟ صح. انزين، ابيك تكلميني عن فكره البرنامج الصيفي، يعني شلون جت في بالك وشلون طلعت في بالك ان انت تقولين هذه الفكره؟ اول شيء انا كنت متمللة في البيت، حب وايد متمللة، فأقول ليش ما نسوي؟ مدام جمعية السكر البحرينية وايد صايرة أكتف هالأيام، فقلت ليش ما نقترح عليهم فكرة إن نسوي ملتقى، منها نتبادل أفكار بعض، منها نكون أصدقاء جدد. حلو. فقلت حق أبوي الله يطول في عمره، قلت له يبا مدام أنت عضو في جمعية السكر البحرينية، شو رايك انت تقترح عليهم هاي الفكره؟ قال لي لا، احنا بنطلع لايف، فانت روحي اقترحي عليهم هاي الفكره. حلو. واقترحت الفكره. واقترحت. شنو كانت ردود الفعل؟ عجبتهم. سري دكتوره دلال بعد. لا انا بسالك انت، انا بسمع منك انت، لما قلتي لهم الفكره حسيتي انهم راح يحبوا بالفكره وشجعوك؟ اي، عقب اللايف قالوا لي وايد حلوه الفكره فاطمه، خلاص بنطبقها. حلو. بس الحين قاعدين يطبقونها الحمد لله. ان شاء الله بالتوفيق فاطمه. دكتوره، يعني فتره التطبيق ذي يعني شنو تحتاج منكم اداريا تنظيميا في الجمعيه؟ طبعا هي فكره احنا فرحانين فيها لانها رائده، يعني حتى على مستوى المنطقه انه يكون في مخيم صيفي اونلاين حق الاطفال المصابين بالسكري، فتحتاج كثير من التنسيق والدعم التقني. احنا كلنا متطوعين، فيعني كل واحد وجد هده، فلان زين في التصميم يساعدنا في تصميم ملصق، فلان شاطر في الالكترونيات هو معنا على الاعدادات وهالاشياء التقنيه،
فلانة تحب تتصل في الناس وتسجل، هي اللي تسوي لنا التسجيل. كلنا متطوعين من مختلف القطاعات، من أطباء، من أولياء أمور، من مدرسين، ممرضين، مهتمين بشكل عام. توقع المشاركات وايد تكون في يعني في هذا الملتقى. احنا تجاوزنا العدد حاليا، يعني اضطرينا نفتح بنعلن عن العدد، اضطرينا نفتح قائمه انتظار، يعني قلنا سبحان الله احد ينسحب او يغير رايه بندخل الناس اللي في الانتظار. وهذه الفكره يعني سبحان الله من فوائد جائحه الكورونا ان احنا نبدا نسوي افكار قد نستمر فيها بعدين، ليش لا؟ اذا هذه تقنيه وموجوده وكل واحد في بيته بيطبقها، بدل ما يلبس ولده ويجيبه ويوصله وينتظر في الطريق لين ما يوصل لنا. صحيح. احنا كنا نفكر في اخر اجتماع إذا ممكن نستضيف أطفال سكري من الخليج العربي، ما فيها مشكلة. صحيح. كلنا من دول مجلس التعاون. أنت بتدخل من الكويت ولا من السعودية ولا أي رابط ويسجل فيه، يعني رابط حياك الله. بس نبي نكون العدد محدود، خصوصا هي أول تجربة لنا تكون أونلاين، نبي التفاعل يكون غني. إذا كان العدد كبير يمكن تصير شوية فرصتهم في إبداء الرأي والنقاش أقل، بس خلنا ننجح في هذه وإن شاء الله بننجح إن شاء الله. ونواصلها ونكررها وناخذ كل الأعداد. أنا أعتقد دكتورة يمكن خلال النسخ السابقة أوريدي كان في مشاركات خليجية. صحيح؟ نعم دائما تبادل، يعني إحنا نرسل لهم أطفال وهم يرسلون لنا أطفال. جميل. فاطمة، شنو هي أكثر البرامج اللي أنت كنتي تستمتعين فيها وتقضين وقت وايد حلو وممتع في ملتقى الشروق؟ يعني هل كانت الرياضة، الرسم، في شنو كنت تستانسين أكثر شيء؟ هاني الحين مجربت الملتقى الشروق، بس في مخيم شروق. أوكي. مخيم شروق 3 أيام مع تكون معنا ممرضاتنا أو مساعداتنا أو حتى دكتوراتنا، تكون ويانا 3 أيام من بوت هناك. طبعا أنا شاركت ذيك السنة، كان استقبال وايد حلو، شفت اللاعبين، يعني كان هدفي كنت إن يهود كأس الخليج اللي هي وتا، وصورت فيها اللاعبين. يا سلام. واستقبلونا بعد مباراة الخليفية، سوينا أنشطة حلوة، وكان أحلى تجارب عندي هو تحدي المشي. هاي أكثر شيء قضيت فيه وقتي. أنت عامة يعني كهوايات تحبين الرسم، تحبين مثلا أن أنت تمارسين الرياضة أكثر، أو تحبين مثلا أن أنت تتواصلين مع الناس وتكونين شبكة كذي من الأصدقاء والمعارف وتبتلون تتبادلون يعني خبراتكم مع بعض، شو تحبين أنت؟ أنا الرسم كلش ما أحبه، ما أعرف أرسم عدل، يا الخط معوي يا شيء معوي. فأنا أحب الرياضة وأحب أكون شبكة. حلو. أحب يعني صايرة وجهة علاقات عامة يعني. بس ما شاء الله عندك بعد ثقافة في مسألة اللي هو يعني ممكن تشوفك مستقبلا يعني ماسكة المسار العلمي ويعني وداخلة في المجال الطبي أكثر، ولا في عندك يعني فكرة ثانية؟ لا أحس الطبي صرت خبرة وايد. خلاص. بعد أردت شيء ثاني مرة ثانية. لقيت لك عندها الطب وعندها ذي، يعني إحنا وايد حلو لما إحنا نشوف إن أطفال في هذا العمر في عمر الزهور يكون عندهم توجه بسام، يعني في توجه أنت حاطة من الحين حق بعدين حق المستقبل. هذه مو الكل يكون عنده ذي الشيء، فأنت يعني لله الحمد اللي يكون في مثل عقليتك وفي مثل طريقة تفكيرك، احنا أكيد نسعد فيهم. وأنت اليوم نموذج حلو قاعدة تقدمين حق الأطفال اللي في عمرك واللي أصغر واللي أكبر، فإحنا جدا سعيدين فيك اليوم فاطمة وبالكلام الحلو اللي قاعدة تقولينه. أكيد رجاء، يعني ولا ننسى بعد الغرس الطيب يعني صح. من قبلكم يعني دكتورة الله يعطيكم الصحة والعافية، يعني جهودكم صراحة مقدرة في رعايتكم لأطفالنا، لكن يعني احنا بما ان احنا وصلنا يعني احنا ودنا والله نتم معاكم اكثر، يعني مع فاطمة يعني مستانسين معاكم صراحة، لكن نبي منك دكتورة كلمة أخيرة توجهينها للسادة المشاهدين يعني في ظل هذه الظروف. طبعا انا اتمنى من كل مريض مصاب بالسكري انه يهتم في هذا الوقت بالسكر عنده اكثر من اي فترة مضت. كل الخدمات الحمد لله موجودة، من علاجات، من أطباء، من ممرضين، فاغتنموا الفرص واعتنوا في هالفترة بأكثر من أي وقت ثاني. وأحب طبعاً أشكر كل فريق إعداد ملتقى شروق الصيفي، أنا شخص بس هم ما شاء الله جماعة كبيرة، وبقيادة دكتورة سامية وبإشراف وتوجيه من دكتورة مريم الهاجري وبدعم لا متناهي مع الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة الله يطول في عمره، وانتم شخصيا بعد انا احتاج لازم اشكركم لان انتم صرتوا شيء لازم نشوفه كل ليله في تلفزيون البحرين. الله يسلمك. الوعي مستمتعين واحنا نشوف وتعرفنا على اشياء في بلدنا وبطاقات واشخاص ما كنا نعرفهم، فيعني انتم زدتوا الوعي.
الله يسلمك الله يخليك دكتورة. ما يصير نختم يعني بسام بدون حتى ما نسمع كلمة من بنياتنا فاطمة صح؟ أكيد طبعا. ففاطمة ايش تبين تقولين كلمة أخيرة؟ أول شيء أشكر كل من ساهم في مجتمع واعي، وأشكر الطاقم الطبي أو الكادر الطبي اللي قاعدين يضحون لنفسهم عشان جائحة كورونا، وأشكر كل شخص صحيح موجود في الديرة، وخصوصا الحين ما اقدر افوت الليله بدون ما اطالعكم في البحرين. احنا انا مو مصدمه ان انا قاعده وياكم. زين فاطمه انا بطلب منك بعد طلب اخير، طبعا نشكركم يعني احنا وصلنا للختام لقاء الدكتوره جلال رميح عضو مجلس اداره جمعيه السكري البحرينيه، وكذلك نشكر بطلتنا بطله ملتقى شروق فاطمه ضيف، شكرا جزيلا على حضورك. ابيك تقولين حق المشاهدين فاصل وراجعين. فاصل وانا واصل. بين الأمس واليوم الناس تعيش حالات شعورية مختلفة تجاه فيروس كورونا كوفيد-19، بين الشك واليقين، بين الاستهتار والهلع، بين الخوف والرجاء. يا ترى اليوم وبعد مرور قرابة 4 أشهر وين وصلنا؟ أخاف أن أفقد بعد أحد عزيز علي، وكانت صادمة لي يوم وصل حق كلمة نوضك الخليج يعني، فما كنت مستوعبة الشيء. والله أول شيء يعني ما كنت إنه يعني متوقع إنه لهالدرجة بتوصل هاي المرحلة. وباء عالمي يعني ما حد قرر يتخلص منه بسهولة. خليني أقول لك إن الأصعب الفترة دي إن الواحد ممكن يبقى السبب في إنه هو يفقد عزيز. فالحين أنت احسب حساب إنه مو موجودين لا ممرضين ولا هذا، شو تسوي أنت في حالك؟ يعني لو ما الأطباء ما يمكن إحنا عرفنا وش ده المرض نوعه حتى. في ناس ما تروح بيوتها لمدة 2-3 أيام، ليالي وأيام ما يدري عن أهله ولا يدرون عن أولادهم حتى، يعني ورا الكواليس ما حد قاعد يشوف. هذين الأشخاص اللي واقفين في الصف الأمامية اللي قاعدين يضحون بحياتهم من أجل حياة الآخرين، يعني إلى الشكر والامتنان وإلى يعني نخليهم على الرأس هذين. مهما قلنا ومهما تكلمنا مش هنوفيهم حقهم. طاقم الطبي أنا أحبكم واجد. الوقاية من هذا المرض، الوقاية من هالمرض هي مسؤولية اجتماعية. لو الواحد يحط نفسه في أن الشخص اللي ممكن يتعرض للمرض ممكن يفقد حياته، هو إنسان عزيز عليه، والده، والدته، أخوه إذا كان عنده بعض الأمراض نفس أمراض السكري أو الربو، الطفل الصغير، لو فكر أن هذا الشخص هو كان إنسان قريب إليه بيحس فيه أكثر. كطاقم طبي نواجه الحالات بشكل يومي، رسالتنا للكل الالتزام يؤدي إلى الانحسار، والاستهتار يؤدي إلى الانتشار. التزم بمسؤولية. حياكم الله من جديد. جهود الصحفيين وكتاب الرأي العام والأعمدة واضحة في تسليط الضوء على مختلف القضايا اللي تهم المواطنين والمقيمين، وتلعب دور كبير وبارز في زيادة الوعي وارتقاء المجتمع وتثقيفه انطلاقا من مسؤوليتها الوطنية من خلال ما تنشره عبر صفحاتها المطبوعة ومنصات التواصل الاجتماعي. نعم طبعا أكيد، واليوم فريق الإعداد اختار لنا أحد المقالات بصحيفة أخبار الخليج بقلم الكاتبة الصحفية فوزية رشيد بعنوان منظمة الصحة العربية. خلونا نتابع بعض ما ذكر في هذا المقال ورحاجين لكم. كشفت جائحة كورونا بينما كشفته أن الأهمية القصوى والأولوية الأهم في هذه الحياة هي صحة الإنسان، فإن تعرضت للإخلال أو الاختلال لأي سبب توقف النشاط الإنساني الفردي، أما إن تعرضت البشرية كلها لذلك الاختلال كما حدث مع جائحة كورونا فإن كل شيء يتوقف كأسوأ تقدير أو يصاب بالتعطل كأحسن تقدير. الجائحة أيضاً كشفت أهمية الاستثمار في المجال الطبي والعلمي والتكنولوجي، وحيث تكون دول العالم محكومة بمعلومات تصدرها منظمات أو دول تمتلك المعلومة الطبية والتي انكشف أنها تخضع للتصريحات المتناقضة والاستغلال السياسي ومثالها،
منظمة الصحة العالمية. لماذا لا تكون هناك منظمة صحية عربية تضم 22 دولة تستفيد من كل الكفاءات الطبية والعلمية العربية؟ وبعيدا عن الاختلافات السياسية أو الصراع، فالمجال العلمي الحيوي هو الذي لا يحتاج إطلاقا إلى حشر السياسة فيه ولو قيد أنملة، إنما يحتاج إلى استثمار عربي جاد وتكاتف طبي يخرج هذه المنطقة من حالة الاتكالية والكسل العلمي والطبي إلى حالة الإنتاجية والتطور العلمي والطبي. وجود منظمة صحة عربية تعتني بكل ما يمس الصحة العربية من بحث وإنتاج بات أمرا ضروريا لشعوب هذه المنطقة، وخاصة حين تكون صناعة الحروب البيولوجية أحد أشكال الحروب القادمة لتغيير مسارات الدول والشعوب، وأن تمتلك دواءك وغذائك ولباسك على الأقل في المرحلة الأولى فهو ليس بالمطلب المستحيل من الدول العربية التي تمتلك كل شيء إلا الإرادة الجماعية في حماية نفسها من غائلة المراحل القادمة والتي تبدو أنها أصعب وأخطر من أي مرحلة بشرية سابقة. وللحديث أكثر عن هذا المقال يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف الكاتبة الصحفية فوزية رشيد. مساك الله بالخير أستاذة فوزية. مساكم بالخير حبيبتي، يا هلا. يا هلا وسهلا فيك أستاذة فوزية. يعني برأيك شنو أهمية الاستثمار في البحث الطبي والعلمي والتكنولوجي؟ طبعا الأهمية أنا أعتقد أن هي أهمية كبيرة، لأن يعني مثل ما إحنا نعتني بكل جوانب الأمن، سواء أمن الحدود أو أمن الأراضي، بالجانب الأمن العسكري والأمن بكافة أشكاله، الأمن الصحي ثبت بأن يعني هو من أهم أشكال الأمن، خاصة في يعني زمن الأوبئة أو زمن الجوائح اللي أحيانا ممكن تعطل المجتمع بأكمله. لذلك أنا أعتقد أن يعني ونحن في القرن 21 وما شاء الله يعني العرب يمتلكون كل الإمكانيات، سواء والطاقات مثل ما أنا قلت في المقال، سواء الإمكانيات المادية أو البشرية أو الكوادر إلى آخره. نحن بحاجة إلى أن ننتقل يعني إلى من خانة الاستهلاك، سواء المعلومة الطبية أو للمنتج الطبي والمنتج يعني بشكل عام، سواء في الغذاء مثل ما أنا قلت أيضا إلى آخره. يعني فبالتالي وجود منظمة صحة عالمية بات من الضرورة، يعني خاصة إحنا الآن يعني أيضا في مرحلة يعني شفنا إحنا كورونا وكم كنا متعطشين للحصول على أي معلومة متعلقة سواء بالجانب الطبي أو الجانب بما ينتج من لقاح أو علاج إلى آخره. يعني الدول العربية تمتلك كل الإمكانيات، وأنا أعتقد أن أيضا مملكة البحرين دائما هي المملكة مبادرة في تبني الأفكار الرائدة، واللي هي ذات يعني ذات طابع مثلا عربي تكاملي أو ذات طابع استراتيجي. أتمنى والله من دولتنا أن هي يعني من مملكتنا أن هي تتبنى هذه الفكرة، وإذا ما كان المقر مثلا ممكن يكون فيه، ممكن يكون في المقر في الشقيقة السعودية، لأن هي أيضا يعني تمتلك الاهتمام بالجانب والتطور العلمي وإلى آخره. فيعني أنا أعتقد أن يعني جزء كبير ومهم اليوم من الأمن الصحي أن إحنا يعني ننتج معلوماتنا وننتج منتجاتنا الطبية ونشرف على البحوث، وما نبيها تكون على نمط مجلس وزراء مثلا صحة أو إلى آخره بشكل رسمي. نبيها تكون منظمة يعني قائمة أن كوادرها وإداراتها يديرها أطباء وعلماء وكوادر علمية وباحثين، علشان إحنا نخرج من الإطار التقليدي والنمطي يعني مثل ما نقول لكي تنجح هذه المنظمة. يعني وبالتالي لأن خاصة أن هذه المنظمة هي بعيدة طبعا مثل ما أنا قلت أيضا عن مجالات السياسة اللي عادة فيه الاختلافات أو الخلافات يعني حولها. نعم. يعني هذا المجال الصحي والطبي لتكون بادرة أولى يعني في تحالف عربي حقيقي، ونحن في القرن 21 وتحيطنا الأخطار والتهديدات من كل ناحية، وخاصة أن الحروب البيولوجية يعني
يعني أصبحت في قائمة الحروب اللي ممكن تشهدها البشرية يعني بالزياد يعني في الفترة القادمة. فمن لا يملك معلوماته الطبية ولا يملك دواء ولا يملك بحثة يعني سيظل مستهلك يعني مثل ما في يعني يعاني يعني كمستهلك من التبعية في كل هاي الأشياء، وبالتالي يتم التحكم في مصيره ومصير شعبه ومصير دوله. والدول العربية ايش ناقصها يعني في النهاية يعني إذا هي يعني ناقصها الإرادة فقط، يعني الإرادة الجماعية. وأنا أعتقد إن شاء الله يعني تكون هاي الفكرة يتم تبنيها، خاصة إن كورونا بالفعل يعني جائحة كورونا يعني أثبتت يعني إن حاجة الدول العربية إلى مثل هذا المنظمة، حتى يعني نستقي المعلومة الصحية صح كعرب، نستقي أيضا يعني نعمل على إنتاج دوائنا وعلى إنتاج يعني مثل ما نقول معلوماتنا وبحوثنا ويكون صحيح. نعم، كل الشكر والتقدير لك الكاتبة الصحفية فوزية رشيد، شكرا جزيلا لك. في إطار الشراكة المجتمعية والجهود الكبيرة المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا، نظمت جمعية بصمة خير وبالتعاون مع وزارة الداخلية حملة تعقيم واسعة في منطقة ووتر جاردن سيتي بمنطقة السيف. هذه الحملة شملت كافة المحال التجارية والأماكن العامة، وتهدف بالتأكيد إلى تعقيم وتطهير هذه الأماكن حفاظا على سلامة مرتديها من المواطنين والمقيمين الكرام ضمن جهود الفريق الوطني لمكافحة الفيروس. تنفيذا لتوجيهات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وعلى ضوء تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19، نفذت جمعية بصمة خير حملة تطهير شاملة لمختلف المحال التجارية والمناطق العامة بمنطقة ووتر جاردن سيتي. قمنا في مديرية شرطة محافظة العاصمة بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني وجمعية بصمة خير بتعقيم منطقة ووتر جاردن سيتي في المنامة. طبعا قمنا بهاي الحملة بعد تسكير المحلات التجارية مساء، ولقينا هناك تعاون كبير من قبل إدارة المجمع بالإضافة للمتطوعين. نود أن نتقدم بجزيل الشكر لكافة المتطوعين والجهات الراعية لمثل هذه النشاطات التي تثمر في القيام بمواجهة انتشار فيروس كورونا في مملكة البحرين، وندعو الجميع للالتزام بهذه الإجراءات والتدابير الاحترازية. شملت حملة التعقيم كافة الأماكن بالمنطقة، وانطلقت بأفراد من أعضاء العمل التطوعي ومؤهلين من قبل الدفاع المدني، وذلك دعما للحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا. وتأتي هذه الحملة أيضا ضمن سلسلة الحملات التي انطلقت بها الجمعية ضمن عدة مناطق بمملكة البحرين. الحمد لله، كما عودتنا حكومتنا الرشيدة على أنه يكون هنالك التعاون بين العمل التطوعي والإدارات الحكومية. طبعا احنا اليوم مع الدفاع المدني متواجدين في منطقة السيف المنامة، وتحديدا في ووتر جاردن سيتي اللي فيه له بعض الزوار والمرتادين لهذا المكان. نحتاج ان احنا نوريهم كيف يكون التعامل مع هذا الفيروس والتعقيم اللي قاعدين نسويه. اليوم احنا تكون عندنا فعالية برعاية الدفاع المدني وشرطة المجتمع. اليوم احنا نمثل فريق بصمة خير، نحاول قد ما نقدر ان احنا نضع بصمتنا في كل مكان وبالذات في الأماكن النشطة للقضاء على هذا الفيروس. تأتي هذه الحملة ضمن العلاقة الوطيدة التي حققتها محافظة العاصمة والمديرية العامة للشرطة بجانب المتطوعين، والتي ساهمت بدورها في تعزيز تعاون مجتمعي وخلق وعي متنامي في حملة مكافحة فيروس كورونا. تم اختيار هذه المنطقة بسبب حيويتها، تعتبر منطقة ووتر جاردن سيتي تقع في موقع استراتيجي في قلب العاصمة في منطقة السيف، وطبعا هي منطقة حيوية جدا وتستقطب عدد كبير من المواطنين والمقيمين والزوار، وهي من أحد أهم المعالم السياحية في مملكة البحرين. إن هذه التوعية تأتي بمثابة السبيل الوحيد للحد من انتشار فيروس كورونا، وإن شعب مملكة البحرين واع ومدرك لأهمية التزام الجميع بالبقاء في المنزل
وإن هذه الشراكة تساهم في تجاوز هذه الأزمة من خلال العمل بمسؤولية والأخذ بالإرشادات والتعليمات من الجهات المختصة، خصوصا خلال مواعيد التعقيم التي تشهدها مملكة البحرين. لمركز الأخبار، خالد العون، تلفزيون البحرين. مشاهدينا، ننتقل معكم الحين مع بسام اللي راح يستعرض ويانا آخر الإحصائيات المتعلقة بفيروس كورونا في مملكة البحرين. تفضل بسام. شكرا رقية. نستعرض معكم مشاهدينا آخر إحصائيات وزارة الصحة حتى اليوم من أحد 28 يونيو. أجرت مملكة البحرين أكثر من 529 ألف فحص، وهي النسبة اللي تتفوق بها البحرين على أكثر دول العالم تأثرا بالفيروس على مستوى حجم جراء الفحوصات مقارنة بعدد السكان. بلغت الحالات القائمة 5403 حالات قائمة حتى اليوم، والحالات المستقرة منها يبلغ ولله الحمد 5365 حالة، فيما يبقى 38 شخص تحت العناية اللي نتمنى لهم الشفاء العاجل يا رب العالمين. أما الحالات اللي تتلقى العلاج تبلغ 78 حالة، أما المتعافون فيبلغون 19781 متعافي ولله الحمد حتى اليوم. أما الوفيات 83 وفية، نسأل لهم الرحمة والغفران ولذويهم الصبر والسلوان. يعني حصيلة حالات اليوم في مملكة البحرين رصد 462 حالة جديدة فيروس كورونا، منها 233 حالة لعمالة وافدة و229 حالة لمخالطين، وتسجيل 5 حالات وفاة وتعافي 644 حالة. هذه كانت آخر إحصائيات وزارة الصحة حتى اليوم الأحد، وهذه كل اللي عندي، وعودة للشرقية. شكرا بسام، الله يعطيك العافية، الله يحفظ البحرين ويحفظ أهلها ويديم علينا دوم يا رب نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة سيدي جلالة الملك المفدى أيده الله ورعاه. جهود كبيرة تبذلها كل وزارات ومؤسسات الدولة للتعامل مع الظروف الاستثنائية اللي نمر فيها خلال هذه الفترة. البحرين تمكنت لله الحمد من وضع استراتيجية مميزة واستباقية لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره، وذلك بفضل توجيهات جلالة الملك المفدى الله يحفظه ومتابعة سمو رئيس الوزراء والقيادة المميزة لسمو ولي العهد لفريق البحرين. بإذن الله كلنا متكاتفين وكلنا متحدين، وراح نتمكن إن شاء الله من تجاوز هذه المرحلة بكل نجاح، واللي علينا بس هو الالتزام بالإجراءات والتعليمات الصحية والوقائية اللي تم اتخاذها للحد من انتشار فيروس كورونا. ولابد مثل ما قلنا ونذكر دائما ان احنا نلبس الكمام في الاماكن العامه، بالاضافه للحفاظ على نظافه اليدين باستمرار والبقاء في المنزل وعدم الخروج الا للضروره اليوم فقط. اليوم بالتاكيد البحرين يعني بسواعد ابنائها تصنع التاريخ، وهذه الفتره الاستثنائيه بنتمكن فيها من مواصله عمليه التطور والبناء، وراح نحافظ باذن الله على كل المكتسبات اللي حققتها المملكه في كافه المجالات. الله يحفظ البحرين ويحفظ كل من على هذه الارض الطيبه يا رب. وصلنا معكم مشاهدينا لختام حلقه اليوم من برنامج مجتمع واعي، نلقاكم باكر ان شاء الله في حلقه جديده مع الزملاء فواز ولولو. في امان الله ومع السلامه. امان الله.